بيقولوا العيا مر، لكن الأمر منه لما يكون العلاج غلط، لأن فترة المرض بتطول والمرض بيبقى أسوأ. أما بقى المرار الطافح لما تمرض بثلاث أنواع مختلفة من الأمراض في نفس الوقت وبرضه تتعالج غلط، وهو ده اللي حصل لأورشليم أيام أرميا النبي. جالها مرض عضوي ومرض نفسي وكسر في العضل، وأكتر حاجة مؤلمة فيهم كسر العضل، ومش بس ألم لكن كمان عطلة، لأن العضو المكسور مش شغال فحالك كله واقف، وزاد وغطى عليه إنه تساف فترة طويلة فتعالج غلط، يعني لحم غلط، وهو ده العضو العطلان ومعطل غيره. ليه؟ أصله كاسر وصية أو سالك في مشورة نفسه أو مش قادر يتم مشيئة ربنا في حياته، فيروح للعالم عشان يعالجه، فالعالم يقول له إيه؟ انسى إنك تعبان، انسى إن عندك خطية، ما تعولش هم هتتعود عليها. يشفون كسر بنت شعبي على عثم قائلين سلام سلام ولا سلام. هو إيه؟ مفيش دكتور يعرف يشخص صح ويدي علاج مظبوط؟ يجاوب المسيح ويقول أنا الرب شفيك، لازم أكسر العضو ده من جديد عشان يلحم مظبوط فيرجع مكانه صح ويشتغل صح. هتعمل إيه يا رب؟ يقول عندي أشعة فحصة تعرف مكان الكسر وتعرف الغلط فين والمشكلة فين. وإيه هي الأشعة دي؟ عيناه تنظران، أكفانه تمتحن بني آدم، نظرة واحدة من عيني تكفي، زي ما عالجت كسر بطرس بنظرة. فخرج إلى خارج وبكى بكاء مرا، جلسة مليانة دموع تشفي الكسر وترجع الأعضاء لمكانها المظبوط. إن كان في خطية غلباك وكسر وصية اوعى تفتكرها سهلة، إن كانت شركتك مع الرب مقطوعة أو ضعيفة اوعى تفتكرها حاجة هينة، ده شر عظيم معار. ما تستناش كتير لحسن تتعود على كده والكسر يلحم غلط، تعال بسرعة ليسوع واعترف له بكسرك فيشفيك من العثم اللي عامل زي الخميرة الصغيرة تخرب الجسد كله، يطهرك منه وينقيك وساعتها تتمتع بسلامه هو. أما المرض العضوي فهو مرض في القلب، قلبي فيا سقيم. ليه؟ أصلي ماشي في العالم، قلبي وعيني في العالم، والعالم عمال يشيل ويحط فيا ويديني أمال واسعة ولا حاجة فيها متحققة، فقلبي مرض والأيام بتمر والمرض بيزيد. في دكتور قلبي هنا؟ يجاوب يسوع ويقول يا ابني أعطني قلبك، أنزع القلب الحجر وديك قلب لحمي، قلب نقي مش قلب نجس، قلب تقي مش قلب مظلم عالمي وشهواني، قلب جديد ليه طبيعة جديدة، قلب يتلذذ بيا، قلب أسكن فيه واملاه حب وشوق لمقابلتي، قلب سماوي يشتهي السما ويحبها. أما المرض النفسي فهو حزن واكتئاب، من مفرج عني الحزن؟ أصل الإنسان بيتولد في الدنيا يبكي، ولما يسيب الدنيا يبكوا عليه، مولود المرأة قليل الأيام وشبعان تعبا، وما عندوش غير أنه يبكي على حاله في الدنيا. مفيش دكتور نفساني يعرف يعالج الحزن ده؟ يجاوب يسوع ويقول العلاج إنك تعيش غريب في الدنيا، ما يهمكش حاجة منها، خليك زي إبراهيم بالإيمان تغرب في أرض الموعد كأنها غريبة، لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله. فمهما خسرت في الدنيا سواء مال أو مركز ما يهمكش، مدينتك مش هنا، أنت ليك شغل تاني في ملكوت السماوات، هخليك صياد الناس، وكل نفس تصطادها في العالم هتكون النفس دي جوهرة ليك في الأبدية، فتفرح حتى لو عندك ألم في الدنيا، هديك فرح في ظروفك الصعبة، فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة. بدل ما كنت بتقول لأن حياتي قد فنيت بالحزن وسنيني بالتنهد، هتلاقي ابتهاج وفرح ويهرب الحزن والتنهد. مهما كانت كمية الأمراض اللي عندك ومهما كانت مستعصية، اجري عليه وترمي في أحضانه، هتلاقي عنده علاج لكل أمراضك، يشفي المنكسر القلوب ويجبر كسره.